إذن الخبر الأول يقول الرازي ما روية، إذن يقول أعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن لكنها واردة في الأخبار. يتحدث خبر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. يقول في الخبر الأول نقتبس من هذا الفصل، لا ننسى الفصل في إثبات الصورة في القسم الثاني من كتاب أساس التقديس للرازي. الخبر الأول يقول ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن الله تعالى خلق آدم على صورته. التفت جيدا، فقط أريد أن تركز على هذا. ما هو عنوان القسم الثاني؟ هو عنوان القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. الآن أسأل، ما هو عنوان القسم الثاني؟ ما هو عمل الرازي في القسم الثاني من كتابه أساس التقديس؟ تقول هو في القسم الثاني في مقام تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. يعني عمل بعد أن انتهى القسم الأول والمقدمات في القسم الأول وأشرنا إلى بعض المقتبسات من هناك، دخل في القسم الثاني، قال إذن يوجد متشابهات في الأخبار وفي الآيات، ما هو تأويلها أيها الرازي؟ أنت وصلت إلى نتيجة أنه يجب التقديس والتنزيه، لا يجوز القول بالجسمية والتشبيه والتمثيل. إذن الآن تعال يا أيها الرازي، تعال إلى هنا واذكر لنا وبين لنا إذن ماذا يقصد بهذه الألفاظ التي وردت في الأخبار والآيات، الألفاظ المتشابهة، المعاني المتشابهة، ما هو تأويلها؟ يقول هذه تحتاج إلى تأويل، سأطرح لكم أطروحات ومحتملات التأويل. هذا هو الكلام هنا. إذن الكلام في القسم الثاني هو عمله في القسم الثاني هو في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. إذن هنا أيضا يأتي سؤال، نقول هل الرازي هنا في مقام إثبات أن هذا متشابه أو محكم، أو في إثبات في مقام إثبات وجوب اللجوء إلى التأويل، أو هو هنا في مقام فقط تأويل المتشابهات بعد أن انتهى من الكلام السابق بأنه يجب التأويل في حالة التشابه، يجب التأويل في حالة عدم التنزيه وعدم التقديس، يجب التأويل. وهنا يأتي إلى الموارد التي وردت فيها المتشابهات في الأخبار والآيات ويقول كيف نأول هذا إذا كانت لا تحمل على المعنى الحقيقي، فما هو التأويل لها؟ ما هو محتمل التأويل؟ يأتي إلى عنوان عنوان يحاول أن يستوعب كل العناوين التي أتى بها المجسمة والمشبهة لكي يؤول هذه المعاني. إذن هو هنا ليس في مقام بيان واستدلال وبرهان على أنه هل نلتجئ نتمسك بالمعنى الحقيقة أو نتمسك بالتأويل، هل هو في مقام بيان إثبات صحة رواية وعدم صحة رواية، هل في مقام إثبات هذه الرواية رويت عن السيدة عائشة وعن ابن عباس وعن غيرهما؟ ليس عمله هنا، هو هنا في مقام التأويل للكلمات للألفاظ للمعاني التي وردت في القرآن والسنة، سواء كانت صحيحة وتامة وواردة وثابتة الورود والصدور عند الجميع أو عند البعض، فهو يحاول أن يستوعب كل ما ورد في القرآن والسنة. إذن يقول الخبر الأول ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن الله تعالى خلق آدم على صورته، وروى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال لا يقولن أحدكم لعبده قبح الله وجهك قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. هذا هو مورد الكلام. إذن أيضا عنوان الصورة أتى هنا. طبعا ابن خزيمة سيأتي الكلام عنه إذا بقيت الحياة ووفقنا لأن نتحدث عنه، هذا من أئمة التوحيد الأسطوري وله كتاب قلنا في التوحيد عادة ما يعتمد عليه الرازي، وهو ناظر إلى ما ذكره ابن خزيمة. طبعا نتحدث عن ابن خزيمة الآن فقط في مقام البحث وهو كتاب التوحيد، أما في غير هذا فابن خزيمة له خصوصية وله مكانة وله منزلة وله نزاهة وعنده إيمان، لكن قلنا لا يوجد عصمة ويوجد أخطاء وهفوات هنا وهناك. سيأتي الكلام عن ابن خزيمة إذا وفقنا لهذا، وكيف سنطرح لكم ما يقال عن أنه تاب وتراجع عما قال، تراجع عن منهجه عن مذهبه عن فكره عن معتقده،
هل فيما كتبه من كتاب التوحيد أو في غير هذا الأمر والموضوع؟ لا نعلم، الله العالم. وسنرى بأن الرازي عادة ما يناقش أو ما يأتي بالروايات التي ذكرها ابن خزيمة، عادة ما يأتي بالروايات التي ذكرها ابن خزيمة، ليس دائما، لكن هو ينظر إلى ابن خزيمة وهو كان معاصرا له في تلك الفترة. يقول الرازي، إذن أتى بهذا، لاحظ، أتى بشاهد خبر أول، والآن يأتي بالتأويل. يقول: اعلم أن الهاء في قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام على صورته، لاحظ ماذا قال، أن الله تعالى خلق آدم على صورته. يقول هذه الهاء في قوله على صورته يحتمل، التفت جيدا، يقول يحتمل، لا يوجد إلزام، هو في مقام التأويل والتأويل مفتوح، كل أبواب التأويل الآن قلنا لا يدل على الحقيقة، يدل على المجاز، لا يدل على المعنى الحقيقي والظاهر، يدل على المعنى المؤول. الآن هل يوجد عناوين كثيرة للتأويل؟ هل يوجد معاني كثيرة للتأويل؟ نعم يوجد معاني كثيرة للتأويل. أنا أحتمل هذا المعنى وأعتبر هذا المعنى هو الأقرب، وأنت تعتبر المعنى الآخر هو الأقرب، والآخر يعتبر المعنى المؤول الثالث هو الأقرب. أنا أقول لهذا السبب لهذه القرينة، وأنت تقول لهذا كالسبب ولتلك القرينة، والثالث عنده أيضا قرينة وسبب. لكن ما هو الشرط هنا؟ ما هو المسموح هنا؟ المسموح هنا أنك لا ترجع إلى هتك التقديس والتنزيه، هذا هو المحك. المحك أنك تنتقل من التجسيم والتشبيه إلى عنوان التنزيه والتقديس. الجهمية هم المنزهون والمقدسون للذات الإلهية والصفات الإلهية، والتيمية هم أهل التشبيه والتجسيم وأهل الهتك بالتقديس والتنزيه الإلهي. إذن ما هو العمل؟ التفت جيدا، ماذا يريد الرازي منك؟ ماذا يريد أهل التقديس منك وأهل التنزيه؟ ماذا يريدون منك؟ يريدون أن تكون منزها مقدسا لله سبحانه وتعالى، لذات الله ولصفات الله. ما هو عملك إذا أتى المتشابه في الآيات أو في الروايات؟ عليك أن لا تقبل بهذا بما هو، لا تقبل هذا على حقيقته وعلى ما هو ظاهر من المعنى، وإنما يجب أن تقبل بالتأويل. الآن ما هو التأويل؟ يوجد للمعنى الحقيقي يوجد عدة معاني تشبه هذا المعنى، تشترك مع هذا المعنى بجهة ما بحيثية ما، فأنت تؤول هذا المعنى وذاك يؤول إلى المعنى الثاني والثالث إلى الثالث، وهكذا كل منا له الحجة والدليل على هذا التأويل والترجيح لهذا التأويل على باقي التأويلات. لذلك يطرح عنوان التأويل على نحو الاحتمال، لا يجزم بهذا. المهم يقول أنا يعني لنقل أنقذ نفسي من القدح بالتقديس والتنزيه، فأنتقل إلى أهل التقديس وأكون من أهل التقديس والتنزيه، فعلي أن أنتقل إلى التأويل. لذلك يقول يحتمل أن يكون عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام، عائدا إلى شيء غير صورة آدم عليه السلام غير الله تعالى، ويحتمل أن يكون عائدا إلى آدم، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الله تعالى، فهذه طرق ثلاثة. التفت جيدا كيف يبحث هذا. يقول فإن الله خلق آدم على صورته، فيحتمل فيه أن يراد أن الله خلق آدم على صورة الله، أو أن الله خلق آدم على صورة آدم، أو أن الله خلق آدم على صورة معنى آخر، شخص، ملك، إنسان، حيوان، جماد، أي شيء من المخلوقات. الهاء ترجع إلى هذا المخلوق الآخر غير آدم. إذن لاحظ أعطى محتملات التأويل، فيقول إذن التأويل هنا يقول بأن الهاء يحتمل فيها أن ترجع إلى آدم، ويحتمل فيها أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتمل بهذه أن لا ترجع لا إلى الله ولا إلى آدم، ترجع إلى معنى ثالث. الآن يأتي يدخل يقول إذا قلنا بأنها ترجع، لاحظ استوى على كل المحتملات، إلى أنها ترجع إلى الله فيقصد بها كذا وكذا وكذا، لاحظ هذا يقصد بها كذا وكذا، يعطي المعاني التي تخرجه من الهتك بالتنزيه والتقديس، يعطي المعاني التي تجعله من أهل التنزيه والتقديس. بعد هذا يقول إذا رجعت إلى آدم
فيقصد بها كذا وكذا وكذا من تأويلات، وإذا رجعت إلى غير الله وغير آدم فيقصد بها كذا وكذا وكذا. لاحظ، هذا الخبر الأول. الخبر الثاني ما رواه ابن خزيمة في كتابه، لاحظ أين رجع إلى ابن خزيمة، ما رواه ابن خزيمة في كتابه الذي سماه بي التوحيد بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أنه قال: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يقول: واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية، ويقول إن صحت هذه الرواية، لاحظ ينقل هذه العبارة عن ابن خزيمة. أتى بالرواية الثانية، الخبر الثاني، قال: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. يقول الرازي، يقول: واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية، ويقول إن صحت هذه الرواية. لاحظ، هذا هو منهج العلماء، أنت تريد أن تدفع شبهة، فأحد المحتملات التي تؤسس الشبهة وتؤسس للشبهة، حتى لو كان هذا المحتمل ضعيفا، عليك أن تعالج هذا المحتمل وتدفع هذا المحتمل الذي يؤسس إلى الشبهة. لاحظ، فابن خزيمة لأنه عالم مهما قيل ومهما يقال فهو عالم، لذلك طرح هذا وقال إن صحت هذه الرواية، والرازي أيضا أتى بهذا وأيضا أشار قال إن صحت هذه الرواية. يقول هذا الخبر، يقول: فلها تأويلان، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يقول له تأويلان، ويعطي التأويل الأول والتأويل الثاني، بحيث أنه يقول بأنه صورة الرحمن لا يقصد بها المعنى، يعني يريد أن يبين بعد هذا، لنقل بين سابقا بأنه هل يصح أن نقبل هذا الخبر على ما هو عليه، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ونقول يوجد صورة للرحمن وخلق آدم على صورته، فنرجع إلى ألبوم الصور وما ذكرناه سابقا. يقول: لا، تقدس الله وتنزه الله عما يقول المجسم المشبهة التيمية. ما هو الحال؟ قال للتأويل، أتى هنا قال سنؤول، فيقول صورة الرحمن فيها تأويلان، التأويل الأول والتأويل الثاني، وانتهى الأمر. لا ندخل في تفصيل هذا.